السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسانو دي. النهار إن شاء الله نتكلموا على موضوع ديال الأرانب، هل هو يعني مشروع مربح أم هو مجرد تسالي وهواية؟ في الحقيقة هذا الموضوع بغيت نتكلم معكم، لأن في الحقيقة هذا رمضان الحمد لله أنا كان ندوز مع الأرانب ديالي أكثر ما كان ندوز في العمل. يعني الناس اللي عندهم تجربة غادي يلاحظوا هذه القضية، أنهم الأرانب ديالهم كيعطيهم الوقت ديالهم كيحسوا برمضان يعني كيدوز بواحد السهولة. علاش؟ لأن كتعيش معهم، كتشوف الحالة ديالهم، ماشي بحال الأيام العادية. والناس اللي ما عندهمش الأرانب كيحسوا بالملل. أنا هذه هي الموضوع اللي بغيت نوصل لكم هذا النهار. هو الحمد لله فيه الربح، الناس اللي يعني فقراء ولا ما عندهمش واحد الدخل قار يحاولوا يديروا بحال مثل هذه المشاريع، راه مشاريع مربحه وناجعه. الناس اللي كيقولوا باللي الارانب مجرد هوايه، راه في الحقيقه هي هوايه ولكن حب للارانب. اللي الا حبيتي هذا المخلوق الصغير هذا راه غادي تربح منه، وفي نفس الوقت غادي تستغل ان الوقت ديالك غادي يبقى ديما عامر. تخيلوا معايا، غادي تنوضوا في الصباح، اول حاجه هي عمليه التفقد، غادي تفقدوهم، غادي تشوفوا يعني هذا الارانب اش اسمو خاصهم. ثاني حاجه كتبقى تعطيهم الاكل، كتشوفوا الاكل ديالهم كل واحد اسمو ناقصو. ثاني حاجه كتشطبوا عليهم، كتنظفوا. تخيلوا هاد المراحل هادو واش غادي يكفيكم الوقت اكثريه؟ الا كانت عندكم خلفه مور خلفه مور خلفه وعندكم العدد، مع المده غادي تحسوا بانكم نتوما هذاك راها مشروع ماشي هوايه ولا تسالي. شحال من واحد كيقول لك ايوا القنايين انا غير دايرهم غير كنتسلى فيهم. لا، مع المده انا كنهضر على مع المده، يعني شهر على شهر على شهر، منين كيسهلوا يولدوا كيبقاو يولدوا واحد النهار كتحس براسك بلي عندك عدد كبير. سمو كيوقع كيولي هذاك بلي راه مشروع بصح، ماشي غير مشروع باش تستافد منه غير ماديا واحد يعني فلوس قليله. لا، كتولي بلي نتايا كتحس براسك يعني هذاك مشروع يمكن خصو شي واحد اخر اللي يساعدك، كتولي عند خصك عمال باش يساعدوا. انا ماشي كنقول هذا الشيء يعني غير هضره، ولكن الناس اللي جربوا راه غادي يلاحظوا هذه القضيه، ان المشروع الارانب ليس مجرد تسليه، راه مع المده ملي كيكونوا الخلفات بزاف راه كتولي كما كتنوض في الصباح كتولي خاصك انك تبذل واحد المجهود كبير، انك دوك الخلفات يعني الاحلال بوحدها انتما حيدتوا شي احلال، ولكن النتوات اللي عاد وجدوا كتولي كتبيعوا شي 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 ذكوره ولا شي حاجه ديال الاحلال، وكيولي عندكم واحد نقص انكم خصكم عاوتاني كاجات اخرين. سمو كتولي انت خصك تفكر انك تصنع كاجات اخرين، يعني سمو المشروع كيولي كيتطور، المشروع كيولي كيزيد لقدام. راه الناس كلهم اللي جربوا الانانيب واستمروا فيهم وكانت عندهم واحد العزيمه انهم يوصلوا المشروع ديالهم لقدام ولقدام، راه كيلاحظوا هاد الكلمات البسيطه، هي كتبان كلمات بسيطه. هل المشروع ديال الانانيب هو مجرد تسليه؟ راه ماشي تسليه، راه في الحقيقه مشروع صحيح. راه مع المده راه الناس اللي جربوا راه كيكون عندهم غير عدد قليل، من بعد راه كيولي عندك عدد كثير، وكتولي كتكتسب تجربه، وكتولي عندك واحد يعني كليان ديالك، وخصك تشري الدواء، خصك تنقل، خصك تحرك. المهم الناس اللي عاد بادين راه غير ما يملوش، راه واحد الوقت راه كيولي مشروع صحيح، وكيولي عندك كليان ديالك، خصك تحرك وخصك تجيب وقت فوق الوقت ديالك. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على زر جيم باش تساندونا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله. عواشركم مبروكه ورمضان كريم.